بسم الله، هنبدأ نتكلم شوية في الموضوع الخاص بانتقال الحرارة heat transfer. الهيت ترانسفير كل اللي فيها انك تكون فاهم ازاي الحرارة بتتنقل من مكان لمكان، وايه اللي ممكن يأثر في انتقال الحرارة دي او ما يخليش ان الحرارة تتنقل، او كمان يخلي الحرارة تتنقل بس مش بكامل كفاءتها. مجرد ما تفهم الكونسبت الاساسي ده كويس، هتلاقي انك تقدر تتعامل مع اي نوع من انواع المسائل في اي طريقة من طرق انتقال الحرارة. وهو ده هدفنا الرئيسي، إننا نبرز المفاهيم الأساسية ونحل أمثلة كتأكيد على فهم المفاهيم دي. فأول حاجة هيكون لازم إنك تعرف تفهمها هو أصلا معنى كلمة heat transfer. زمان لما كانوا بيدرسولنا قالوا إن الطاقة ليها صور كتيرة مختلفة، زي الطاقة الكهربية والكيميائية والضوئية والحرارية، ومن هنا بنفهم إن الطاقة ممكن تكون فيها صورة من صور الحرارة، أو الحرارة هي صورة من صور الطاقة. فبالتالي الهيت ترانسفير ما هو إلا انتقال للطاقة الحرارية، ومهمتنا إننا نعرف إزاي بتتنقل الكمية من الحرارة دي. ومن هنا بيظهر التعريف الأساسي اللي هو بريدكت للإنرجي ترانسفيرد بتوين ماتيريالز بوديز از ريزلت اوف تمبريتشر ديفرنس. يعني الهدف الأساسي إن أنا بعمل انتقال للطاقة ما بين جسمين مختلفين، بشرط إن الجسمين دول كل واحد فيهم يبقى في عنده درجة حرارة مختلفة عن التاني. وبنطلع هنا من التعريف ده ان في حاجة اسمها كمية حرارة بنرمز لها بالرمز Q، ودرجة حرارة بنرمز لها بالرمز T. ولازم تفهم الفرق كويس جدا ما بين التي وما بين الكيو، لان اي شغل بنشتغله في الهيت ترانسفير مبني في الاساس على الاتنين دول، التي والكيو، كمية الحرارة ودرجة الحرارة. ولازم تكون فاهم كويس جدا الفرق ما بين كمية حرارة وما بين درجة الحرارة. ولازم تعرف برضو ان الفرق ده كبير جدا، وان الفرق ده متمثل في حاجة في الحياة الواقعية. تعالى مثلا نضرب مثال ان انت بتعمل كوباية شاي. بعد ما عملت كوباية الشاي، مسكت كوباية الشاي، تخيل ان كوباية الشاي دي عشان تشربها اول ما طلعت من البوتاجاز كانت درجة حرارتها 100 درجة، وانت درجة ايدك حوالي 37 درجة. فاول ما لمست الشاي ايدك اتلسعت. تمام، طيب سيب الشاي شوية وخليه يبرد لحد ما يوصل ل50 درجة وانت لسه ايدك 37. تعال امسك كوباية الشاي، هتلاقي برضو ان ايدك هتتلسع لان الشاي لسه سخن، بس طبعا هتلاقي ان اللسعة اقل شوية من اللسعة الاولى. لكن تخيل لو انت سبت كوباية الشاي دي شوية كمان لحد ما درجة حرارة الشاي وصلت ل37 درجة، فلحد اللحظة دي هتلاقي ان ايدك برضو درجة حرارتها 37. فلما تيجي تمسك كوباية الشاي مش هتحس ان هو لا بارد قوي ولا سخن قوي. وهنا ده له تفسير مهم جدا، وهو ده اللي هيفسر لنا الفرق ما بين التي وما بين الكيو، ان كل ما فرق درجات الحرارة بقى كبير، كل ما انت تحس ان في كمية حرارة كبيرة بتتنقل، وبالتالي كمية درجة الحرارة دي بتحسها في اللسعة. فكل ما درجة الحرارة الفرق ما بين درجات الحرارة ما بين كوباية الشاي وما بين ايدك بيكبر، هتلاقي ان انت بتتلسع بصورة اكبر. فبالتالي اللسعة دي هي اللي بنعبر عنها بكمية الحرارة المنقولة. لكن درجة الحرارة ما هي إلا تعبير عن درجة الحرارة اللي بيقيسها الترمومتر في اللحظة دي. يعني كانت في أول مرحلة 100 درجة لكوباية الشاي، بعد شوية بقت 50، بعد شوية بقت 37، لكن كمية الحرارة اللي هي كمية اللسعة اللي انت اتلسعتها. ففي فرق ما بين كمية الحرارة كيو ودرجة الحرارة تي. لكن في حاجة كمان، ان احنا عشان بنفسر بيها الجزئية دي، ان ما كانش ينفع ان انت وانت يحصل انتقال حرارة طالما انت ما لمستش الشاي. ومن هنا بنطلع بأهم حاجة في موضوع الهيت ترانسفير، اللي هو لازم يكون في تفاعل ما بين الجسمين اللي بيحصل ما بينهم انتقال الحرارة، اللي هو الانتر اكشن. لازم يكون في تاتش ما بين الجسمين اللي بيحصل ما بينهم انتقال الحرارة. وتاني حاجة اللي هو ان لازم يكون في فرق درجات حرارة ما بين الجسمين اللي بيحصل برضو ما بينهم فرق في درجات الحرارة. عشان نعرف يعني ايه بقى تفاعل في انتقال الحرارة اللي كنا بنتكلم عنها في السلايد اللي فاتت، لازم نفهم الاول ونعرف ان في نوعين من كمية الحرارة اللي هي الكيو. كمية الحرارة دي هي عبارة عن حاجتين زي ما درسنا في الثيرموداينامكس، فهي بتتقسم لي sensible heat و latent heat. ايه يعني sensible و latent؟ sensible heat يعني حرارة محسوسة
وليه تانديهيد هي الحرارة الكامنة. طيب برضو ما فهمتش الفرق. الفرق ده عبارة عن في السنسبل هيت هي حرارة بتقدر تقيسها وقت ما بتنقل درجة الحرارة، واللي تانديهيد هي برضو حرارة بتقدر تقيسها بالترمومتر مهما كان في انتقال حرارة، ولكن الليتنت دي بتقيسها بس او بتعرف ان في ليتنت في وقت ما بيحصل تغير في الحالة الفيزيائية للمادة. مش فاهم برضو انت بتقول ايه. تعال نبسطها شوية ونضربها بمثال عملي. يعني نرجع مثلا لمثال كوباية الشاي. لو حطيت ترمومتر وبدأت تولع النار عشان تعمل كوباية الشاي بتاعتك، فهتلاقي ان الشاي بدأ يسخن، والترمومتر كل ما بدرجة الحرارة بتاعة المية بترتفع هتلاقي ان درجة الحرارة او المؤشر بتاع الترمومتر بدأ يترفع معاك، وده اللي بنسميه السنسبل هيت. يعني كل ما بتزود درجة الحرارة الترمومتر بيقرأ زيادة في درجة الحرارة لحد ما هتلاقيه بيوصل لحد درجة 100 تقريبا. فمهما زودت درجة الحرارة ومهما سبت عين البوتاجاز شغالة والنار شغالة ومهما كان في كمية حرارة بتضيفها، هتلاقي ان درجة الحرارة على الترمومتر ثابتة وهي درجة حرارة 100. يعني مهما ضفت حرارة هتلاقي ان درجة الحرارة 100. طيب كمية الحرارة اللي انت بتضيفها دي بتروح فين؟ هي كمية الحرارة اللي انت بتضيفها دي بتشتغل انها بتكسر الروابط ما بين جزيئات السائل وتخليه يتحول لغاز، اللي هي في الحالة بتاعتنا دي بنسميها latent heat. عشان كده نقدر نوصل ان السنسبل هيت هي درجة الحرارة اللي تقدر تقيسها طالما ما حصلش تغير في الفيز للمادة اللي عندك. يعني بتقيس درجة حرارة سائل قبل ما يتبخر او حرارة غاز قبل ما يتكثف. الليتنت هي درجة الحرارة اللي بتقيسها وقت تحول الفيز بتاع المادة وبتكون ثابتة عند نفس درجة الحرارة، وهو ده الواضح من الجراف بتاعنا. الجراف ده كان الاساس اللي اتعمل منه منحنى المية والبخار اللي بندرسه في الثيرموداينامكس. تعالى برضو ناخد المنحنى ده ونشوف تطبيقه، او نشوف ازاي بنطبق مثال كوباية الشاي اللي بنغليها دي على المنحنى ده. بنبدأ من الخط الاخضر اللي تحت خالص ما بين منحنى ما بين المحور بتاع التمبريتشر والمحور بتاع الستورد هيت. هنلاقي ان الخط الاخضر ده هو بيمثل كمية الحرارة اللي المية بتاعت الشاي بتكتسبها كل شوية. فانت في الاول حاجة خالص قبل ما المية تغلي او قبل ما تبدأ اصلا تحط المية على النار بتلاقي ان درجة الحرارة حوالي 25 درجة، وبعد كده طول ما المية بتغلي درجة الحرارة بتزيد، فكمية الحرارة الموجودة في المية بتزيد لحد ما توصل للخط الاسود اللي في الوسط المكتوب عليه temperature of phase change. هنا اللي هو درجة الحرارة بتوصل ل 100 درجة مئوية تقريبا، وهنا بتفضل الحرارة ثابتة على مدار المرحلة دي لحد ما اول نقطة من السائل المية اللي انت حاطه بيغلي ده يبدأ يتكون فيه فقاقيع الغليان، وبالتالي هنا كل طول الفترة اللي فاتت دي بنسميها فترة التحول من السائل للبخار. وطبعا بتفضل بعدها لحد ما كمية البخار كمية المية كلها تتحول لبخار، وبعد كده بنبدأ تاني نشوف درجة حرارة البخار دي. لو انت فضلت طبعا كاتم البراد بتاع الشاي على النار هتلاقي ان درجة الحرارة على الترمومتر بتبدأ تزيد تاني، وهو ده اللي متمثل في الجزء السنسبل اللي على اليمين وعلى الشمال، وفي الجزء الوسط اللي هو مكتوب عليه ليتنت هو ده الليتنت هيت اللي احنا بنتكلم فيها. المرات الجاية هنبدأ نتكلم باستفاضة أكتر عن توصيف طرق انتقال الحرارة وإزاي إن أنا أفهم الطرق المختلفة دي.